جابوا عبد المؤمن وبنو حمزه راس حربه. اليوم بالنسبه للمدرب نور الدين زكري ثلاثي تحكيم المباراه هو يقوده نسيب رضوان، بالاضافه الى المساعد الاول تامن احمد مغلوط رشيد ومزياني نجيب شيبي محمد وفرقاني عبد الحفيظ هما محافظا هذه المباراه التي انطلقت لصالح الضيوف مع البدايه لاتحاد الجزائر وزواري عبد الكريم. بدايته كانت أكثر من موفقة في تشكيلة اتحاد الجزائر بما أنه سجل في المباراة الأولى أمام نصر حسين داي اللافي. اللاعب الليبي متواجد في كرسي الاحتياط، ربما هي مفاجأة بالنسبة للمدرب فروجي فيصل. نعم، يعني فريق اتحاد العاصمة فريق يعني متوازن دفاعيا وهجوميا. شوفوا عرجي في كمدافع أيمن، بن شريفة كمدافع أيسر، شيتا وشافعي في محور الدفاع، في وسط الميدان ثلاث لاعبين بن خماسة كودري وبن غيف، في الهجوم نشوفوا الزواري على الجهة اليسرى ومزيان على الجهة اليمنى واللاعب حامية كرأس حربة. كرأس حربة، هذه هي تشكيلة اتحاد الجزائر. أما الهجمة الآن لصالح الوفاق من هناك على الجهة اليمنى يتوغل، ولكن الحكم ماذا يقول؟ ماذا يقول حكم المباراة بعد انطلاقة عبود سمير؟ اليوم مباراة كبيرة في أجواء باردة هنا بملعب 8 ماي 45 بين وفاق سطيف واتحاد الجزائر. نسيب رضوان صاحب الأربعين سنحتسب مخالفة بعد هذا التدخل القوي من شيتا أسامة أمام عبود سمير. أولى المخالفات يحتسبها حكم المباراة ولصالح الزملاء رضواني العائد الظهير الأيمن. تشكيلة الوفاق ثقيلة بأسماء لامعة، وكذلك تشكيلة الاتحاد. جابوا عبد المؤمن وراء هذه الكرة الثابتة الخطيرة الأولى، جابوا عبد المؤمن أمام منعرج إنفيرنو هكذا يسمى فيراج الوفاق. من هناك دائرية الكرة الرأسية، والهدف الأول لصالح الوفاق عن طريق عبد القادر بدران. عبد القادر بدران لم ينتظر طويلا، عبد القادر بدران طلع البدر علينا. يقول عبد القادر بدران اليوم عبد القادر بدران وقع على أحسن سيناريو مع هذه البداية وهذه المخالفة وهذه الكرة الثابتة التي حركت شباك الاتحاد في حدود الدقيقة الثانية من بداية المباراة. عبد القادر بدران المدافع القوي الدولي صعد فوق الجميع ومنح التفوق للوفاق مع بداية قوية وقوية، وأحسن سيناريو كان يتمناه هؤلاء على المدرجات. عبد القادر بدران شاهد كيف صعد خالي من الرقابة وتمكن من اقتناص الهدف الأول بعد مغالطة لامين زيماموش في صلصفيح. نعم، يعني معروف عبد القادر بدران في الكرات الهوائية، آخر مباراة في الكأس أمام أمل بوسعادة سجل أيضا هدف بنفس الطريقة برأسية محكمة. وفي مثل هذه المباريات الكرات الثابتة تعتبر يعني مفتاح بالنسبة لكل فريق، وأظن يعني استغل جيدا فريق وفاق سطيف أول كرة ثابتة خطيرة نفذت بطريقة جيدة، وبدران يعني كان حر من الرقابة وعرف كيف يتموقع وسجل هدف يعني جميل وهدف رائع. عرجي وليد يلعب هذه الكرة للاتحاد الذي يريد أن يرد مباشرة. أحسن سيناريو بالنسبة للوفاق تمناه فحدث له. بن غيت يتحصل على مخالفة تقريبا بنفس الكيفية من هناك هذه المرة لمصلحة الاتحاد بعيدا نوعا ما مقارنة بمخالفة جابو التي جاء على إثرها الهدف الأول. التدخل كان من نمدين على بن غيت عبد الرؤوف في التنفيذ. عبد الكريم زواري، عبد الكريم زواري القادم من بلعباس للعاصمة الآن يتواجد في أصدير. جميلة دائرية، تدخل من الدفاع مسترجع انطلق عبد المؤمن جابو، راح عبد المؤمن جابو يواصل عبد المؤمن جابو، راح عبد المؤمن جابو على الجهة اليسرى من يوقف القطار جابو، من يوقف القطار جابو يوزعها جابو. أوه، عاد المدافع وقطع كرة القطار. عبد المؤمن جابو الذي انطلق كسام على الجهة اليسرى وزع هذه الكرة، ومن حسن حظ دفاع الاتحاد أنه قرأ وقطع كرة عبد المؤمن جابو. التدخل كان من قروي أمير
بعد الكرة على حمية، حمية ضاعت له، تعود للدفاع لعبد القادر بدران، يفتح اللعب على الجهة اليمنى، الكرة تمر كما ينبغي عن طريق دراوي زكريا، توصلوا دراوي زكريا يلعب مع عبود سمير، تعود إلى الخلف، الكرة تمر كما ينبغي، بدران يلعب مع دراوي، دراوي على لعبود، رائع عبود يتحصل على مخالفة، بداية مثالية في هذه المباراة وقوية من جانب زملاء سمير عبود. سمير عبود والوفاق متقدمون في النتيجة بهدف مقابل صفر منذ الدقيقة الثانية، هدف سيعطينا تأثيراته فيصل صفيح بعد لحظات. تأتي الكرة لمن؟ لفرحاني هواري، يتحصل على المخالفة فرحاني، يضع الكرة على الأرض، يلعب بسرعة مع ربيع ميلود بدوري لبدران عبد القادر، ثم دراوي زكريا، دراوي زكريا ومن من هناك الآن، دراوي يحتفظ بالكرة، عبود ودراوي يلعبان قريبا من بعضهما البعض، تدخل الكرة لعبد المؤمن، جابوا قائد الفريق، تمر كما ينبغي، سامر عبود هل سيسدد من هذه المسافة؟ ما زالت الكرة، ما زال الخطر، عناصر اتحاد الجزائر في منطقتها، وكأني عناصر الوفاق فاجأت فريق اتحاد الجزائر بهذه البداية القوية، عالية الكرة والراسية، التدخل من دفاع الاتحاد مباشرة إلى التماس، فيصل صفيح، الوفاق دخل بوجه، يعني ضغط منذ بداية على المنافس وتسجيل الهدف الأول عن طريق كرة ثابتة، والآن الفريق يحاول الاستحواذ على الكرة من أجل يعني يعرف باللي كي حتكون ردة فعل يعني من جانب اتحاد العاصمة من أجل تعديل النتيجة، يتحكم في الكرة وينقل فيها ما بين اللاعبين في وسط الميدان، ويشوفوا باللي الفريق ما تراجعش يعني إلى الخلف ويكمل يعني يهاجم في هذه الدقائق الأولى، ولا شك أن المباراة يعني راح تكون فيها يعني عديد يعني الصراعات نظرا يعني للهدف هذا اللي راح يمد يعني يمد يعني كما نقول احنا اكثر يعني حماس في المباراه. نعم شيت يتركها للامين زيماموش، اعاده هذه الكره وتنفيذ المخالفه، يلعبها بدوره مع زميله المدافع، تدخل الى الوسط اتحاد الجزائر للعوده للامين زيماموش، يطلبها شافعي فاروق، توصلوا العائد هو الاخر الذي كان مقاطع للفريق منذ مدة، مشكلته كانت واضحة، عاد هو قطعة أساسية في تشكيلة الاتحاد. ضيعت الكرة بعد التدخل من فرحاني هواري أمام وليد عرجي، يلعب مع فاروق شافعي لمزيان عبد القادر مزياني أو مزيان، زالت الكرة للاتحاد، التدخل بقوة من عبد القادر بدران باتجاه لمين زيماموش، يرجعها كما جاءت، صراع بين قراوي ارتكب المخالفة أمام زواري عبد الكريم، هو الصعود بين اللاعبي رقم 14 زواري عبد الكريم المستخدم الجديد في الميركاتو. جميلة هذه الكرة، مليحة النية، كانت ريعة ممتازة، البحث أمام حامية، دراوي يلعب الكرة باتجاه الأمام، من يوجد لعبد المؤمن جابو، يروض الكرة عبد المؤمن، يعود إلى الخلف، يوضع الكرة على الأرض، تمر كما ينبغي بين عبد المؤمن جابو وزملاء، ولكن يتفوق مدافع الاتحاد، العودة للشتاء ثم لشافعي، شافعي لعرجي، عرجي جهة بن خماسة وبن غيد، تصل لبن غيد، عبد الرؤوف، ضغط على حامل الكرة ربيع ميلود، يرتكب المخالفة أمام كيف تراها فيصل؟ نعم يعني مخالفة يعني ربيعي، شوفوا متقدم عكس يعني أنه المباراة السابقة كان يلعب في محور الدفاع، والآن بعد عودة المنديل يعني في محور الدفاع أصبح قطعة أساسية يعني في وسط الميدان، نشوفوا بلي فريق الوفاق مركز جيدا في وسط الميدان، وين يتواجد يعني أربع لاعبين اللي هما عبود قراوي، هاي كرة للاتحاد، عرجي وليد يصل عليها، عرجي يراوغ، عرجي يوزع ويتحصل على ركنية، ماذا يقول حكم المباراة؟ 5 أمتار و50، عرجي وليد يلعب على الرواق الأيمن، يشغل الدفاع والهجوم أيضا، هي الإعادة، هي التوزيعة، اصطدمت بالمدافع وعادت اصطدمت به ثم خرجت فعلا. الكرة للوفاق، جميلة هذه، الفيه وضعية التسلل على بانوح،
سمير، صفقة رابحة في تشكيلة الوفاق منذ قدومه من شبيبة القبائل. هذه للاتحاد، بن خماسة عبد الرؤوف يعتذر منه عبد المؤمن جابو، العائد إلى التشكيلة الأساسية والعائد إلى الفريق ككل. أو التدخل في الوسط الكرة، بن خماسة، بن خماسة يبحث عن من؟ يبحث عن حامية، يبحث عن كذلك شريف يردوان على الجهة اليسرى. شريف يردوان تمريراته ميليمترية، مر كما ينبغي. الكرة لكدري حمزة، كدري حمزة يعود إلى الخلف، إن يوجد شيتا أسامة أو فعلا الكرة من هناك لبن غيط، راح بن غيط، واصل بن غيط يحتفظ بها، جميلة رائعة ممتازة. كرة صعبة للاتحاد، ماذا يقول حكم المباراة؟ إلى الركنية، يأتي إلى الركنية، يقول بأنه لم تكن فيه لمسة يد من عبد القادر البدران. سنشاهد الإعادة، سنشاهد الإعادة. نسيب رضوان، هاي الإعادة وهي التوزيعة وهي الكرة، أعتقد بأنها الغير واضحة من هذه الزاوية. رضوان يسعد يلمس الكرة، دايرية والتدخل إلى ركنية أخرى. اللاعب كان مغطي في الكرة الأخيرة، والتوزيعة من هذه الزاوية، التوزيعة بعد الركنية هذه يزيد. ركنية لصالح اتحاد الجزائر ثانية في المباراة داخلة، ولكنها لم تصل إلى إطار المرمى. هاي الإعادة مرة أخرى، من هنا الكرة والله لو كانت واضحة لحكمنا عليها، هل اصطدمت باليد أم لم تصطدم. جمهور اتحاد الجزائر كان مقابل اللقطة من هناك، وبالتالي تفاعل معها وطلب بركلة جزاء. المهم النتيجة متعادية أو متفوق فيها الوفاق، هدف مقابل صفر منذ الدقيقة الثانية عن طريق عبد القادر بدران، وكأني بالأمور هدأت في صفيح. نعم، يعني فريق الوفاق يحاول يعني يقتل رتم المباراة، نظرا لأنه يعني سجل الهدف الأول. فريق اتحاد العاصمة الآن يعني ردة فعل من خلال حصوله على ركنيتين متتاليتين وضغط من أجل يعني تعديل النتيجة، وهذا هو أمر يعني طبيعي، لأنه يعني هذه مباراة كأس، وفريق اتحاد العاصمة سيحاول تعديل النتيجة في أسرع وقت. وشوفوا باللي دفاع الوفاق يعني محصن جيدا بمدافعين، رضواني سعدي وبدران ونمديل في المحور، وعلى الجهة اليسرى فرحاني، وعلى الجهة اليمنى دراو. الكرة للوفاق دائما عن طريق قراوي أمير، يلعبها في الوسط، توصل لعبد المؤمن جابو بدوره باتجاه ميلو دربيعي، لكنها لم تصل، متقدم نوعا ما ميلو دربيعي. محور دفاع الوفاق يلعب فيها رضواني، ويلعب فيها أيضا بدران، وفي بعض الأحيان يشاهد بدراني يساعد لما يصعد هكذا دراوي زكريا. راح دراوي زكريا يلعبها في الوسط، جميلة هذه الكرة للوفاق ولعبد المؤمن جابو، يحتفظ بها دائما، يبحث عن الحل، يوزع الكرة. ماذا ضيع الوفاق في هذه اللقطة؟ التوزيعة الربيعي، ماذا ضيع في هذه الكرة؟ ماذا ضيع؟ سيندم على هذه اللقطة. نذكركم بها في حدود الدقيقة 13، رأسه ورأس الشباك، ولكنه لم يقدر على وضعها في شباك لامين زيماموش. الوفاق ضيع فرصة تعميق الفارق وإضافة الهدف الثاني وكسب المزيد من النقاط وكسب المزيد من الثقة بالنفس، وربما إدخال الشك في نفسية زملاء لامين زيماموش، ولكنه لم يقدر على ذلك. هي الإعادة، تمريرة رائعة من جابو في القائم الثاني، وبنوح يعني رجعها لربيعي، وربيعي ما عرفش يعني يستغل الفرصة، يعني كان من المفروض أنه ما يراقبش الكرة، يعني يضربها في لمسة واحدة، أظن فرصة يعني سهلة، ولكن ضيعها اللاعب ربيعي. شوف لقطة جميلة جدا يعني ثلاثية، نعم، حاول يعني يراقب الكرة، في العكس يعني من المفروض يعني في منطقة 6 أمتار يعني يضرب الكرة مباشرة. شاهدنا كيف رفع راسه عبد المؤمن جابو، كيف ضار بالكرة، خد كامل وقته ورفع راسه، لعبها باتجاه بنوح بياتي الراسية، ولكن ربيعي ربما لم يكن ينتظر في كرة بنوح، كان ينتظر بأن بنوح سيلعبها في الشباك. نعم، ولكن بما أنك في منطقة العملية تنتظر كل شيء. نعم، فاجأته الكرة هذه، نظن يعني فرصة سانحة وسهلة يعني للتسجيل، ولكن هذه هي كرة القدم، يعني ضيعها اللاعب ربيعي
ولكن يعني تمريرة جابو كانت دقيقة وميليمترية يعني. تمريرة جابو دقيقة. أنصار اتحاد الجزائر لم يتأثروا بالهدف، أنصار الاتحاد يصنعون الفرجة من هناك على المدرجات، تنقلوا رغم علمهم بالأحوال الجوية والثلوج المرتقبة على مدينة سطيف وضواحيها، لكنهم يستمتعون بالتنقل رفقة فريقهم للتشجيع والمناصرة والاستمتاع بكرة تليق بسمعة هذا النادي، النادي يعني العريق اتحاد الجزائر أو الوفاق. لما تتحدث عن الألقاب، عشرات الألقاب موجودة على أرضية الميدان بين الفريقين. هذه الكرة لعرجي وليد، عرجي وليد يحتفظ بها ويلعبها، يرفعها باتجاه حمية بالرأس، حمية بالرأس، حمية بالرأس. لم يظهر حمية منذ مباراة العودة أمام الهلال السوداني. عرجي وليد وضحاله تقريبا بين لاعبين حتى حمية لعبها، ولكنها مرت ببضع سنتيمترات. فيصل صبيح، نعم يعني تمريرة عرضية رائعة من لاعب عرجي اللي هو لاعب يعني رواق عصري، مدافع أيمن بكل المواصفات، يلعب في الهجوم في الدفاع. شوفوا يعني فريق اتحاد العاصمة مركز اللعب تاعه على الجهة اليمنى على جهة عرجي، بالعكس فريق وفاق سطيف مركز أيضا على الجهة اليسرى لدفاع اتحاد العاصمة من خلال تموقع اللاعب جابو وصعود اللاعب دراوي. دراوي وكذلك ربيعي. الكرة لاتحاد الجزائر، لم نشاهد ردة فعله إلى حد الآن. هذه الكرة لفاروق شافعي يلعبها باتجاه وليد عرجي، يطلبها زواري، تصله الكرة يوقفها زواري ويتحصل على مخالفة فعلا. الابتعاد من اللاعب نمديل، التدخل كان من الخلف، كيف رود الكرة هذا زواري، واحد من أحسن اللاعبين في البطولة الوطنية. دوس ترجع بسرعة، ميلو درع ربيعي، ولكن في وضعية تسلل بانوح، حمزة بانوح كان متسللا وترصدته أعين الحكم المساعد الثاني من هناك، مغلوط رشيد لم يغالطه بانوح. حمزة في أول وضعية تسلل يعلن عنها حكم المباراة الفيدرالي نسيب رضوان صاحب الأربعين سنة. حمزة كودري يلعب من هناك مع رضواني، هو رضوان شريفي، رضواني من جانب الوفاق. هاي كرة للاتحاد، هاي كرة للاتحاد. حمزة كودري يفتح اللعب باتجاه الوالد عرجي، يبحث عن حامية يوزعها ولكن تصطدم بالدفاع. اصطدمت كرة وليد عرجي بالمدافع نمديل، تعود يلعبها بسرعة، يحتفظ بها زواري، يراوغ مهاري ممتاز، فنان، يلعب الكرة لبنغيت عبد الرؤوف، الانطلاق في هجمة معاكسة من ربيعي مولود باتجاه عبد المؤمن جابو، عبد المؤمن جابو يحتفظ بالكرة أمام لاعبين، يلعبها مع ربيعي، ينتظر، يطلبها، تعود لعبد المؤمن جابو أمام ثلاث لاعبين، ولكن عودة شيتا أسامة بقوة يتفوق أمام بن خماسة، يسترجعها الشريفي الردوان على الجهة اليسرى، من يطلبها مزيان عبد القادر ولكنه يفضل يدخل الكرة لبنغيت عبد الرؤوف، تصله بنغيت، من يطلبها هذا زواري عبد الكريم، زواري عبد الكريم يرفع الكرة وسهلة لمصطفى الزغبة، مصطفى الزغبة يلعب بسرعة على الجهة اليمنى أن يوجد رضواني وكذلك دراوي زكريا، يصل على الكرة دراوي اللاعب السابق لشباب الوزداد، دخل الكرة إلى الوسط، عناصر الوفاق تلعب بسهولة نوعا ما. هذا ربيعي يطلبها فرحاني، تصله فرحاني من ربيعي، ردها له ولكنها ترد من وليد عرجي، وليد عرجي مع نمديل، نمديل يلعب مع عبد القادر بدران، عبد القادر بدران يفضل دراوي زكريا وليس رضواني. تصل الآن إلى رضواني، أمير قراوي والبالون يدور هكذا بين عناصر فريق وفاق سطيف، من هناك لدراوي زكريا، جميلة وممتازة هذه الكرة لعبد المؤمن جابو، يلحق عليها عبد المؤمن جابو، يلعبها قصيرة، توزيعة من في الاستقبال، دفاع الاتحاد بقوة، إخراج هذه الكرة مباشرة على الجهة اليسرى، من هناك انطلق راح مزيان، من يوقف مزيان، من يوقف القطار مزيان، راح مزيان، يواصل مزيان، يوزع مزيان، أوه! زغبة تفوق أمام زواري،
زغبة تفوق أمام زواري وقطع هذه الكرة بعد انطلاقة من السهم مزيان على الجهة اليسرى من هناك وزع ما زال الخطر عرجي. والتدخل من عبد القادر بدران ثم بن خماسة بين لاعبين، التدخل الصراعات الثنائية، تعود الكرة، هاي كرة للاتحاد أو عرجي، يحتفظ عرجي وزع الكرة مباشرة إلى الركنية، الكرة مباشرة إلى الركنية لمصلحة فريق اتحاد الجزائر، لمصلحة الاتحاد، الركنية الثالثة تحت أنظار أنصار اتحاد الجزائر. سجل عليه الهدف منذ الدقيقة الثانية. هاي كرة لزواري يرفع هذه المرة في القائمة الثانية، الرأسية، القائم القائم يا القائم، القائم ناب عن الحارس مصطفى زغبة، القائم كان حارسا أمينا في هذه اللقطة وهذه الرأسية من فاروق شافعي بنفس الطريقة بنفس كيفية عبد القادر بدران، صعد فوق الجميع ضربها ولكن من سوء حده ومن حسن حد مصطفى زغبة أن القائم ناب عنه. يعني أولى فرصتين يعني حقيقيتين لفريق اتحاد العاصمة بعد عمل فردي من لاعب مزيان، يعني عمل رائع وتمريرة يعني دقيقة جدا، وكان الحامية وجه لوجه لولا تألق زغبة يعني وارتماء تاعو نحر الكرة من رجل المهاجم، أيضا ركنية، وشافعي معروف أيضا بالكرات الهوائية وكاد يعني لولا القائد. هاي كرة، هاي انطلاقة، هاي مصلحة زواري، زواري زواري يريد أن يزور الشباك، زواري يريد أن يزور شباك الحارس زغبة ولكن لا حياة لمن تنادي لحد الآن. عبد المؤمن جابو يتفوق عليه فاروق شافعي بقوة. صراع بين ثنائي كبير، صراع بين ثنائي قوي في البطولة الوطنية بين واحد من أحسن المدافعين فاروق شافعي وبين واحد من أحسن اللاعبين إن لم نقل أحسنهم، ومع أننا نهنئ بغداد بونجاح بلقب أحسن لاعب جزائري لهذا أو السنة الماضية. عبد المؤمن جابو لما يتحرك يتحرك الوفاق، ولما يحبس في الكثير من الأحيان يتوقف الوفاق. هذا المديل يلعب على الجهة اليمنى، أن يوجد رضواني ثم دائما نمديل، نمديل يدخل بالكرة يبحث عن زميله فرحاني، فرحاني لم يفرح بهذه الكرة، فرحاني لم يفرح أنصار الوفاق بهذه الكرة مع أنها كانت بالمليمتر يا حبيبي. وضع حاله نمديل في عمق ودار دفاع الاتحاد، تردد في الأولى ثم سدد في الثانية ولكنها خرجت إلى الخمسة أمتار وخمسين. نعم يعني تمريرة في العمق وكان وجه لوجه تقريبا ولكن تردد يعني. هجمة بهجمة يا فيصل استسمحك، لأن المباراة أصبحت سجال بين الفريقين، أصبحت مفتوحة على كل الاحتمالات، وأصبحت هجمة وهجمة مرتدة، فرصة وفرصة في الجهة المقابلة. وفاق سطيف رد على محاولة الاتحاد. نعم يعني شوفوا في الفريق وفاق سطيف متكتل في النصف الخلفي يعني تاع الملعب تاعه، وفريق الاتحاد يعني صعد ترك إلا شيتا وشافعي يعني في الوراء يعني. يحاول يعني الانتقال بسرعة من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية واستغلال يعني الفراغات الموجودة في ظهر دفاع اتحاد العاصمة، وشفنا يعني فرصة يعني حقيقية للتسديد. نعم وكذا كذا أن يخطئ أمام لامين زيماموش الذي استنجد بشيتا، هذا وليد عرجي يطلبها بن غيط عبد الرؤوف يتحصل على مخالفة. أمير قروي ذكي في طريقة لعبه، أمير قروي هو كيف روغه عبد الرؤوف بن غيط، ولكن أمير قروي دائما ما يرتكب المخالفات بعيد نوعا ما عن منطقة العمليات، المنطقة الأخيرة منطقة الحسم هكذا، لذلك تسمى هكذا منطقة العمليات، منطقة الجزاء التي تحسس فيها ركلات الجزاء والتي ممنوع فيها على المهاجمين الخطأ، لأنهم إن أخطأوا أكيد في الكثير من الحالات تكون ركلات الجزاء. الكرة الثابتة للاتحاد تبدو بعيدة نوعا ما ولكن كل شيء ممكن، كل شيء ممكن. زغبة، زغبة مصطفى سهل له هذه الكرة، ونحن نلعب الدقيقة 24، انطلاقة في هجمة معاكسة من هناك كانت قوية من أحسن حارس في الجزائر للسنة الماضية سنة 2018 مصطفى زغبة ابن مدينة مسيلة. طبعا ابن
يبدو بأن المباراة لا تلعب بحسابات في صحيح يعني مباراة كأس ونشوف هاي الكرة للاتحاد راح مزيان على مشارف ركلة الجزاء وزعها الصعب قام به مزيان ولكن التوزيع ليس من السهل أنك توزع هكذا أمام حارس اسمه مصطفى زغبة وبالتالي وكأنه كان ينتظر فيها حتى يقوم بهذه الحركة الجميلة مصطفى زغبة بحت على رأسية حامية ولكنه وجد قفازات مصطفى زغبة. نعم يعني في خاصة مؤخرا يؤدي مباريات يعني جميلة وما ننساوش باللي يعني كلا الفريقين يعني حارسين عملاقين مصطفى فعلا. زغبة وزيماموش يعني من الصعب يعني تسجلهم يعني أهداف فعلا. وتألق زغبة يعني دليل واضح على يعني أنه يعني قيمة ثابتة يعني. فعلا. الكرة مباشرة إلى هناك بأن يوجد شريف رضوان يلعب مع مزيان. قلت بأن حكاية الفريقين مع السيدة الكأس بدأت سنة 63 الوفاق 4 الاتحاد 2 في نصف نهائي جرى في ملعب بن عبد المالك بقسنطينة. عام بعد ذلك الوفاق فاز بثلاثية مقابل هدفين في نصف النهائي أمام الاتحاد ب20 أوت بالعاصمة بعد هذه الكرة لأنه حتى النهائيات كانت تلعب بملعب 20 أوت قبل أول نهائي لعبه والاتحاد أمام حمراء عنابة سنة 72-1900 والذي لعب فيه النهائي الأول. والمباراة الأولى وتوغل ربيعي وزع حكم يقول 5 أمتار و50. قلت سنة 67 جدت المواجهة بينهما وفاز دائما الوفاق بثنائية مقابل صفر في نصف النهائي بملعب بن عبد الملك في مباراة أعيدت بعد لعبت بالعاصمة الأولى في ملعب 20 أوت وانتهت بهدف مقابل هدف سنة 98 أو 1980 النهائي الأول الذي جمع الفريقين وفاز فيه الوفاق بهدف مقابل صفر الهدف سجله رباط فعلا وكان آخر نهائي يخسره الاتحاد الذي كان خسر 8 نهائيات قبله إن لم تخن الذاكرة وبعد ذلك بدأت العلاقة الطيبة والرائعة بين اتحاد الجزائر والسيدة كأس الجمهورية في أول نهائي يتوج به سنة 81 بالعباس أمام جمعية واران ذلك هو أول نهائي وبعد ذلك الاتحاد توج بسبعة نهائيات بعد ذلك النهائي فأصبح له 8 تتويجات وكأول نادي جزائري يملك الخبرة والتجربة في النهائيات حوالي 18 أو 19 نهائي بين نهائيات خسرها الاتحاد ونهائيات فاز بها. سنة 2001 الاتحاد فاز بهدف مقابل صفر في الدورة 32 بملعب بولوغين ثم فاز مرة أخرى سنة 2007 بتيزي وزو بهدف مقابل صفر ربع النهائي ما يعني بأنه في أربع عكس ما قلنا في بداية الوصف التفصيلي أربع انتصارات للوفاق وثنتين للاتحاد فلمن سيكون الفوز الخامس للوفاق أو الثالث للاتحاد؟ دقائق المباراة كفيلة بأن تجيبنا عن هذا السؤال بما أننا نلعب الدقيقة 27 وفقط. الاتحاد منهزم في النتيجة ويحاول من خلال هذه المحاولة التوزيع على الجهة بعيدة وسهل لمصطفى زغبة كأني بالمباراة هدأت. نعم يعني فريق اتحاد العاصمة يضغط الآن من أجل تعديل النتيجة ويحاول يعني اللعب على الأطراف عن طريق توزيعات ولكن مصطفى زغبة يعني يؤدي في دور يعني جيد خاصة أنه فاز بجميع الكرات الهوائية وأظن يعني الفريق وفاق سطيف يحاول يعني استغلال يعني الفراغات وانتقال من الناحية الدفاعية إلى الناحية الهجومية بسرعة من أجل يعني إضافة هدف ثاني راح يخليه يعني في مأمن في بقية المباراة. فعلا فيصل صفيح الكرة لعرجي وليد يطلبها حمية لم نشاهده كثيرا في المباراة. هل فيصل حمية لم تصله الكرات أم أنه لا يجتهد كمهاجم كراس حربة دائما ما يتلقى الانتقادات؟ هاي كرة لصالح الوفاق يعود الحكم للمخالفة لمصلحة الوفاق الذي يجد ضلته أكثر في الكرات في الرجل والمراوغات والتوغلات يبحث عن المساحات فيجدها. نعم يعني كرة من هناك التوزيعة الدائرية هذه المرة مرت مرور الكرام على دفاع اتحاد الجزائر. زواري يحتفظ بها زواري يراوغ أمام أمير قراوي يتفوق زواري ويتحصل على المخالفة. زواري عبد الكريم واحد من الأسماء اللامعة
آخر من توج بلقب كأس الجمهورية رفقة فريق اتحاد بالعباس الموسم الماضي، حقق إنجاز رائع كما توج معه بلقب السوبر. يريد ألقاب، يريد بطولات مع اتحاد الجزائر، فريق الألقاب وفريق البطولات، الفريق العريق اللي تأسس سنة 37 900 و1000. هاي الكرة لكودري حمزة يفتح اللعب لمن؟ هل سيسدد من هذه المسافة؟ هل سيسدد؟ يفضل المراوغة ولكنه يضيعها مزيان. عبد القادر العائد من الإمارات، يبدو بأن المفاوضات توقفت بينه وبين النادي الإماراتي الذي كان يريد التوقيع له. الكرة إلى الحارس زيماموش لمين، يدخلها باتجاه وليد عرجي. وليد عرجي من يطلبها؟ فرحاني يتفوق هواري أمام زواري. الحكم يترك مبدأ الأفضلية لربيعي ميلود. زواري يعاني خارج المستطيل الأخضر طبعا، هذا ميلود ربيعي هو خارج، ولكن فرحاني يلعب الكرة مع أمير قراوي. أمير قراوي تمر كما يبغي بين وبين عبود أردواني وكذلك بدران. هذا أردواني صعد نوعا ما، صعد باتجاه طلبها من؟ طلبها عبد المؤمن، طلبها عبد المؤمن، راح عبد المؤمن ممتاز. وعبد المؤمن برجله اليسرى هذه هي الكرة لربيعي، يتريث ربيعي ويتردد فيتباطأ فيفوت على فريقه ويجبره على إعادة بناء الهجمة من هناك على الجهة اليمنى. ما زالت الكرة لدراوي زكريا، يرتكب المخالفة في لحظة سوء تركيز منه ضيع الكرة. نعم حاول يعني مراوغة ولكن مراوغة مراوغة تاعه ارتكب خطأ على المدافع، وين يعني يشوفوا ما كانش يعني دفاع بدني غني قوي في المباراة، يعني ما كانش أخطاء كثيرة، ما كانش مخالفات كثيرة، حتى يعني البطاقات حتى الآن روح رياضية عالية يعني تجري فيها المباريات، وهذا دليل على قيمة يعني اللاعبين المتواجدين على أرضية الميدان. كرة نظيفة ولعب يعني نظيف جدا، وهجمة من طرف ومن طرف آخر، ومباراة مفتوحة على كل الاحتمالات إلى غاية اللحظة. هذا وليد عرجي النصف ساعة الأول مرينا عليه، دقيقة 31. بنغيت عبد الرؤوف رفقة اتحاد الجزائر يبحثون وينتظرون الجديد من فريقهم. هذا وليد عرجي يطلب في القائمة الثانية، تصل الكرة لكودري حمزة، أصبح يلعب على الجهة اليمنى، ثم عرجي وليد يوزعها جميلة، البحث عن رأسية حامية، ولكن عبد القادر بدران متفوق في الكرات العالية. هل تعتقد بأن الاتحاد عليه من تغيير من طريقة لعبه لأن الكرات العالية هذه دائما يتفوق فيها؟ نعم يعني في معظم الصراعات يعني والتوزيعات فاز بها دفاع فريق الوفاق سواء من طريق زهبة أو عن طريق لاعب بدران. أي إحدى هذا وليد عرجي يرفعها، دائما كل الكرات العالية يفوز بها. نعم. سواء زهبة أو بدران بالأخص. مصطفى زهبة وليد عرجي طعت استرجعها كودري ولكن ارتكب المخالفة، تركها له بنغيت. بنغيت قام بمو روغة جسمانية فروغة زميله أيضا حمزة كودري. هل سيمنح البطاقة الصفراء الأولى نسي بردوان؟ يفضل الإنذار الشفوي ويفضل التسامح في هذه اللقطة. نعم لأنه يعني اللقاء يعني كانت يعني القصد على اللاعب كودري ولعب الكرة، وين ارتكب خطأ اللاعب بلوح، واكتفى الحكم بإعطاء إنذار شفهي لأنه مباراة كما قلت لك يعني ما فيهاش يعني خشونة كبيرة، فيها لعب نظيف ويعني هجمات من الفريقين، ونظن يعني مباراة نسق يعني بطيء ولكن مباراة كأس يعني مقبولة جدا، يعني مستوى متوسط إلى حد الآن نظرا لانه سجل الهدف خاصه في بدايه اللقاء، والان فريق الوفاق يسير في المباراه يعني وانتشار جيد من كلا الفريقين يعني فوق ارضيه الميدان. وكان بالوفاق استثمر جيدا في الفرصه التي جاءته مع بدايه المباراه، سجل الهدف الاول، صحيح بانه ضغط في كره ثانيه وكان قاب قوسين وادنى من تسجيل الهدف الثاني. اتحاد الجزائر لا ينشط هجوميا، حاول اللهم مزيان الذي انطلق على الجهة اليسرى في مناسبة
وليد عرجي يحاول بكرات عالية دائما ما يقطعها مصطفى الزغبة وعبد القادر بدران، والمباراة مستمرة وهكذا يتفوق عبد القادر بدران أمام حامية محمد الأمين. لم يجد ضالته عبد القادر أو حامية محمد الأمين أمام هذا المدافع، بسم الله ما شاء الله عليه. عبد القادر بدران لم ينهي مباراة نادي بارادو، كان مصابا ولكنه عاد. في الوسط الكرة لربيعي، رادا الجسر الصغير يلعبها مع زواري، زواري يرفع الكرة وضيعة. نمديل يتفوق، نمديل عبد المومن جابو يصل عليها، يلعبها مع زكريا دراوي، يعود لزميله رضواني بقوة، رضواني باتجاه شيتا أسامة يرد هذه الكرة، توضع على الأرض من سمير عبود لعبد المومن جابو، فدراوي زكريا تعود للمايسترو جابو، جابو يحتفظ بها، يلعب مع نمديل، نمديل لبدران، بدران عبد القادر يبحث عن الحل، يعود لزميله أردواني بدوره لنمديل. الكل يشارك وكأني بأن عناصر وفاق صيف مصممة على الشعل فعل شيء. يعني اتحاد الجزائر مقارنة بالوفاق قادمة من نتيجتين إيجابيتين، يعني رباعية أمام نادي نصر حسين داي ثم التعادل، وبالتالي اتحاد الجزائر صحيح بأنه إحدى رهاناته هذا الموسم لقب كأس الجمهورية. ماذا يقول حكم المباراة فيه وضعية التسلل على مزيان عبد القادر، ولكن الوفاق الظرف هو الذي جعل اللاعبين ربما يخرجون أفضل ما لديهم أمام اتحاد الجزائر. نعم، وخاصة أنهم يتحلون بإرادة قوية وكبيرة، لأنه كما قلت لك في بداية المباراة الوفاق بعيد نوعا ما عن يعني المراتب الأولى، وإن كان يعني حوالي مركز سادس ب 24 نقطة، فريق وفاق صيف اتحاد الجزائر مركز أول 37 نقطة، مع مباراة متأخرة لوفاق صيف حتى العين الليلة. أظن أنه يعني بعد شوية فريق اتحاد العاصمة، وبالتالي رهان الكأس أصبح يعني ضروري، وضروري جدا بالنسبة لفريق وفاق صيف. حتى اتحاد الجزائر رهان الكأس ضروري وضروري جدا، يدركون حلاوة الكأس كيف لا، وهم الذين توجوا بها في 8 مناسبات، شأنهم شأن الاتحاد للوفاق وشأن المولودية. أنصار اتحاد الجزائر يصنعون الفرجة من هناك مثل ما يصنعها أنصار الوفاق روسينيري الجزائر نسبة إلى نادي ميلان سي هناك بإيطاليا، وهن أنصار الميلان هناك يعني يعرفون اتحاد الجزائر باسم المدينة مدينة، لأنه أصل تسمية اتحاد الجزائر هو اتحاد الإسلامي لمدينة الجزائر، ويعرفون ما يفعله هذا الفريق وأنصاره من خلال مختلف الصفحات التي ينشطها أنصار الاتحاد، في مقدمتها صفحة أولاد البهجة هكذا ميلانو التي تنقل أخبار الميلان للاتحاد وتقبل لأنصار الاتحاد هنا. وهناك هذا قوس، وفقط نعود لهذه المباراة، الوفاق أمام كرة أخرى، الوفاق أمام فرصة أخرى، الوفاق أمام محاولة أخرى قد تأتيل بالجديد، بما أن الكرة ثابتة ولكنها اصطدمت بالجدار الدفاعي وخرجت إلى التماس. ميلود يتركها أو سمير عبود يتركها لفرحاني هواري قادم من شبيبة القبائل، كلاهما ذكر الشبيبة، تضغط تضغط وبشدة على اتحاد الجزائر. أول بطاقة صفراء يمنحها حكم المباراة، شاهد الصورة ريعة بين حمزة كودري وعبد المومن جابو. حمزة كودري يهدئك، عبد المومن لمن منح هاتين البطاقتين الصفراوين؟ يبدو بأن مزيان هو الذي سيب رضوان يطلب إعادة تنفيذ للمخالفة، يبدو بأنهما لم يحترم الجدار الدفاعي لذلك. سمير عبود كنت أتحدث عنه، شأن رضواني وهواري لاعب في شبيبة القبائل استقدموا إلى الوفاق. الشبيبة أيضا أصبحت تضغط بشدة على اتحاد الجزائر في البطولة، حمزة كودري هو الذي تحصل على هذه البطاقة الصفراء. عبود سمير
في هذه الدقيقة تقريبا الأربعين من بداية المرحلة الأولى. الوفاق متفوق ويبحث عن الثانية، التدخل من الدفاع، الكرة الثانية بعدها مدافع الاتحاد زواري لم يصل عليها، الحكم يقول في وضعية التسلل. نعم عودة من التسلل، ويبدو أن فريق وفاق الصيف يعني خطير جدا في الكرات الثابتة، وين يعني خلق عديد الفرص يعني من الكرات الثابتة، وين فازوا بهم المهاجمين الوفاق ربيعي بدران عندهم قامة طويلة، ويعني والدليل الهدف سجل عن طريق يعني رأسية من بدران، العكس في هجوم اتحاد العاصمة وين الصراعات كاملة يعني ضيعها الفريق ولا يلعب بطريقة يعني مباشرة بحث على كرة جميلة من عرجي باتجاه حمياي تفوق فيها عبد القادر بدران. يعني فروجي ألا تعتقد فيصل صفيح بأنه فروجي هل عليه أن يغير من الطريقة؟ لأنه أنا كمعلق على المباراة أصبحت أعلم بأن وليد عرجي ينطلق على الجهة اليمنى يوزع ثم يأخذ الكرة إما زغبة أو عبد القادر بدران. نعم يعني بعد هذه الكرة ستجيب، بعد هذه الكرة والتوزيع الرأسي التدخل من دفاع الوفاق عن طريق فرحان تعود لعرجي على الجهة اليمنى، عرجي يبحث عن التوزيع وتدخل كذلك دفاع الوفاق، ما زالت للاتحاد. هذا مزيان مزيان عبد القادر يحتفظ بها، يبحث عن ثنائية العودة إلى الخلف ليوجد فاروق شافعي، فاروق شافعي يلعبها مع شيتا أسامة يفتح اللعب، لا يفضل فاروق شافعي، تعود له الكرة، الحلول ناقصة غايبة نوعا ما. مزيان الكرة إلى التماس، قلت بأنها تقريبا نفس الطريقة التي يلعب بها الاتحاد بالكرات العالية. نعم يعني على الأطراف ومحاولة يعني توزيعات للبحث عن رأس حامية، ولكن تكتل الدفاعي لفريق وفاق سطيف في ثلاثة لاعبين في المحور رضواني ونمديل وبدران، بالإضافة إلى لاعبي الرواقين يعني فرحاني واللاعب دراوي، يعني ما خلاش يعني فراغات، ومن ما يقدرش الفريق اتحاد العاصمة يلعب كرات بينية ويبحث عن ظهر الدفاع عن طريق يعني كرات في العمق. هاي كرة صعبة للاتحاد. رؤوف بن غيث، حتى رؤوف بن غيث فضل البحث أيضا عن حمية وعدم التقرب أكثر والتدخل والمواصلة. هذا فرحان يتحصل على بطاقة صفراء ثانية في المباراة بعد الأولى لحمزة كودري. هواري فرحاني بطاقة صفراء من حاله الحكم نسيب رضوان. إلى حد الآن المباراة سارية في روح رياضية عالية بين الفريقين. وليد عرجي يلعب مع من؟ مع بن غيث. بن غيث حصل على المخالفة، بن غيث فيه مسك القميص يقول المساعد طامن أحمد من مهاجم الاتحاد على مدافع الوفاق. بعد دقائق قليلة، دقيقتان ونصف، سينتهي الوقت الرسمي هذه المرحلة الأولى. نذكر بأنه في حالة تعادل سيتم الذهاب إلى الشوطين الإضافيين. طبعا شباب بلوزداد كان أول الفرق المتأهلة لربع النهائي، الفائز من هذه المباراة سيواجه اتحاد عنابة. نعم فائز أمام أهل برج بوعريش في مباراة كبيرة ورائعة. شبيبة بجاية فازت أمام شباب بقيرات وتأهلت. سويدري سريع المحمدية انهزم أمام شباب كما قلنا، ومباراة نادي بارادو اتحاد الحراش التي لعبت. بالتالي قلت مباشرة دور ربع النهائي تلعب، تصبح المباريات تلعب ذهابا وإيابا. الفريق الذي يسحب أولا هو الذي تلعب مباراة الذهاب في ميدانه، والعودة بعد ذلك تلعب بشوطين إضافيين. المباراة بشوطين إضافيين، وقاعدة الامتياز الهدف خارج الديار ستحتسب، يعني بالتعادل صفر مقابل صفر في أرضية ميدانك. هاي كرة، هاي كرة لمزيان، هاي محاولة للاتحاد، هاي محاولة للاتحاد، صعبة صعبة هذه التسديدة من مزيان، ولكن زغبة يلعبها بسرعة من هناك باتجاه عبد المؤمن جابو، يحولها إلى هجمة مرتدة. عبد المؤمن جابو أمامه أربعة عناصر من جانب الاتحاد، يلعبها مع بانوح يغطيها جيدا بانوح حمزة ويعود إلى الخلف. إن يوجد دراوي زكريا، دراوي يدخل الكرة لربيعي ميلود، يلعب الكرات هذه القصيرة بين عناصر الوفاق، بين جابو وزملائه، بين جابو ورفاقه،
تمر خذوا هذه الكرات من هناك. الكرة لقراوي أمير لم تصله من فرحاني، فرحاني هواري لم يوصلها لقراوي أمير. قلت في مباريات الذهاب والإياب في ربع ونصف النهائيين تتعادل على أرضية ميدانك صفر مقابل صفر، ثم خارج الديار تتعادل إيجابيا أنت الذي تتأهل. المدافع شيتا يرتكب المخالفة أمام بنو حمزة. الوقت الرسمي للمرحلة الأولى انتهى، دقيقة واحدة من الوقت بدل الضائع أعلن عنها حكم المباراة السيد نسيب رضوان تحت هذه درجة الحرارة المنخفضة والبرودة والبرد القارس. فيصل صفيح أنت اعتدت على البرودة الطقس. يعني معروف يعني يصطيف ارتفاع البرودة الطقس في فصل الشتاء. هذا نمديل يدخل الكرة جميلة باتجاه الربيعي. ميلود يلعب مع واري فرحاني ولكنه لم يصل عليها واري فرحاني. الدقيقة الأخيرة نستطيع القول بأننا لم نشاهد أشياء. صحيح أن المباراة كانت ندية خاصة في نصف ساعة الأول، مع ذلك فيصل في هذه اللحظة الحكم نسيب رضوان أن هذا الحوار في شوطه الأول بتفوق الوفاق هدف مقابل صفر منذ الدقيقة الثانية عن طريق المدافع عبد القادر بدران بعد مخالفة منفذة بإحكام من عبد المؤمن جابو على الجهة اليمنى من هجوم الوفاق. عبد القادر بدران يمنح التقدم لفريقه، هذا الموجود على الصورة. أيها السادة أو السيدات، نادي بارادو تأهل بثلاثية مقابل صفر أمام اتحاد الحراش في انتظار من سيتأهل من هذه المباراة تحت هذه الأجواء الباردة والباردة جدا هنا بعاصمة الإضاءة بسطيف العالي. اتحاد الجزائر الفريق الضيف اليوم منهزم في النتيجة أمام الوفاق منذ الدقيقة الثانية من بداية المباراة عن طريق عبد القادر بدران. طبعا نسيب رضوان يتهيأ لإعطاء إشارة المرحلة الثانية، ويبدو بأنه من دون تغييرات باتحاد الجزائر. زيماموش محمد الأمين في حراسة المرمى، شيتا أسامة، شافعي فاروق، والمحاولة الأولى مزيان عبد القادر، زواري عبد الكريم، عرجي وليد، حمية محمد الأمين، شريف رضوان، كدري حمزة بن خماسة، وكذلك بن غيت عبد الرؤوف. تشكيلة الوفاق بزغبة مصطفى في حراسة المرمى، رضواني هواري، بدران عبد القادر، نمديل عبد الكريم، قراوي أمير، زواري ودراوي زكريا، ربيعي ميلود، عيبود سمير، جابو عبد المؤمن، بنو حمزة. المباراة يديرها نسيب رضوان بمساعدة طامن أحمد ومغلوط رشيد، حكم الرابع مزياني نجيب، والكرة لابن خماسة والاتحاد مع هاتي البداية. الدقيقة الأولى من المرحلة الثانية عالية مرفوعة. ماذا يقول حكم المباراة؟ ركلة جزاء، ركلة جزاء يقول حكم المباراة. حكم المباراة، أي سيناريو، أي بداية بالنسبة لاتحاد الجزائر؟ بداية لم يكن يحلم بها ربما اتحاد الجزائر. مخالفة، كرة ثابتة عالية فيها العرقلة داخل منطقة العمليات. الركلة تفرح وتسعد كثيرا أنصار الاتحاد على المدرجات، هي الفرصة من أجل تعديل النتيجة. الاحتجاجات على نسيب رضوان، الاحتجاجات على نسيب رضوان بعد أن أعلن عن ركلة جزاء من دون لف أو دوران. اتحاد الجزائر أمام منعرج، أمام فرصة من بين الفرص النادرة. هي الإعادة، هي المحاولة، شاهد الأرجل، شاهد الأرجل، هيا الإعادة بين من شافعي فاروق. شافعي فاروق كان فيه يد فعلا على شافعي فاروق، كان فيه مسك من القميص، كان فيه مسك من القميص على شافعي فاروق. أعتقد بأنه كان فيه مسك على شافعي فاروق، ربما اقتنص الفرصة، كان يبحث عليها فاروق شافي. الحكم نسيب رضوان لم يتردد وأعلن عن ركلة جزاء لمصلحة اتحاد الجزائر.
اتحاد الجزائر أمام فرصة تعديل النتيجة وبعت المباراة من جديد. من سيتولى مهمة التنفيذ ويتحمل المسؤولية؟ عبد المحمد أمين حامية يتقدم لتنفيذ هذه الضربة تحت أزيج أنصار الفريقين. أو شريفي رضوان هو الذي سيتحمل تنفيذ هذه الضربة بطاقة صفراء أو بطاقات صفراء كان قد منحها الحكم نسيب رضوان ما بال مصطفى زغبة مع شريفي رضوان يريد أن يؤثر عليه. شريفي رضوان واحد من بين الأسماء اللامعة صاحب الرجل اليسرى تحت التصفيرات وأمام أحسن حارس مرمى هذا الموسم. شريفي رضوان ومصطفى زغبة، شريفي رضوان ومصطفى زغبة، من يتفوق؟ من تكون له الكلمة الأخيرة؟ هل يتمكن الاتحاد من تعديل النتيجة أم أن مصطفى زغبة إن أراد الاتحاد الشباك فله ذلك؟ إن أراد الاتحاد الشباك فلا بد، إن أراد الاتحاد الفوز أو التسجيل فلا بد للشباك أن يستجيب وما فعله. شريفي رضوان بهدف التعديل في هذه الدقيقة 48، هدف أطلق العنان لرفقاء ولأنصار الاتحاد على المدرجات. بداية أخرى للمباراة الآن، خذ وقته تابعها مصطفى زغبة وضعها في الزاوية الصعبة ولكنه عاد بالاتحاد في وقت حساس، والمباراة الآن ربما ستلتهب والتهاب المباراة سيعطينا تلك الحرارة التي تنسينا برودة الطقس. يا فيصل يا صفيح. نعم، يعني فريق اتحاد العاصمة هذا هو أحسن سيناريو كانوا يتمناه أنه يعدل النتيجة، وثم تقريبا نفس سيناريو الشوط الأول بالنسبة لوفاق سطيف، يعني مباشرة من بداية الشوط الثاني عن طريق كرة ثابتة أخرى أيضا اللي هي ضربة جزاء عدل النتيجة، والآن يعني المباراة ستكون متوازنة بين الفريقين. ونظن السيناريو هذا يعني لماذا فريق اتحاد العاصمة؟ لأنه الآن راح يكون متوازن بين الخطوط الثلاثة بين الدفاع والهجوم. هاي كرة للوفاق، هاي كرة للوفاق، ربيع ميلو، ماذا يقول حكم المباراة؟ ما فيه ولا شيء في هذه اللقطة. ربيع ميلود كان وقع في المحظور، مسك في القميص الشافعي، هذا مانوح كان يطالب بركلة جزاء، ستعيدها حافلتنا الرقمية. طبعا هاي الإعادة وهو الاحتكاك، هاي الأولى ثم الثانية. أعتقد بأنه من الصعب أن يمنحلك، لأنه حتى أنه لم يحاول برجله فريق شافعي وكان بيصطدم به بنوح في الكرة. المباراة انطلقت من جديد، النتيجة متعادلة الآن، الكرة لصالح مزيان عبد القادر، هل سيدخل الاتحاد بوجه ثاني في هذه المرحلة الثانية؟ يفتح اللعب على الجهة اليمنى، من هناك يصل عليها، هاي الكرة للوفاق، هجمة بهجمة، انطلق الوفاق، انطلق عبد المؤمن جابو، يعود إلى الخلف، يعود إلى الخلف، يلعبها مع ربيعي، يفتح اللعب باتجاه ضراوي زكريا، هاي كرة صعبة للوفاق، يرفعها 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 يرفعها. إنه الهدف الثاني، إنه الهدف الثاني لفرحان هواري، فرحان هواري يفرح الجميع. قلنا بأن الكرة صعبة، قلنا بأن الكرة هذه كانت صعبة، أرفعها ضراوي زكريا وضعها له بالمليمتر، سلل هواري فرحاني على الجهة اليسرى من هناك، اقتنص هذه الكرة وضعها براسه في شباك لامين زيماموش، لم يقدر على صد الكرة أو ردها. أحسن سيناريو بالنسبة للوفاق أنه يعود في هذا الوقت بالذات. مباراة مجنونة بين الفريقين، هواري فرحاني ساوى دفاع اتحاد الجزائر في الخلف وبالتالي سجل واحد من بين أسهل الأهداف له هذا الموسم، براسه وضعها مرتاح وأعاد الفرحة فرحاني لأنصار الوفاق على الملعب الانتصار. يعني لعب الرواق الأيمن تمريرة لعب الرواق الأيسر، يعني هنا دليل على يعني مساهمة المدافعين يعني في الهجوم، وخطأ في المراقبة من دفاع اتحاد العاصمة، وينخرج يعني من الخلف اللاعب رضواني وحده وجه لوجه، يعني بكل سهولة وضع المرمى في شباك الحارس ديماموش. فعلا المباراة انطلقت من جديد أيها السادة والسيدات جمهورنا الرياضي الكريم،
ولمصلحة الوفاق هذه المرة، بما أن فرحاني بعد 4 دقائق فقد تمكن من إضافة الهدف الثاني برأسية ممتازة وبعد توزيعة رائعة من دراوي زكريا وضحالو، وقال له سجلوا. هاي كرة للاتحاد، هاي كرة للاتحاد، هاي كرة للاتحاد. التدخل ما زال الخطر لاتحاد الجزائر. المباراة سجال، المباراة كبيرة، سنشهد واحدة من أجمل الدقائق ربما بين الفريقين. الاتحاد ليس لديه ما يخسره والوفاق كذلك. المهم الرابح الأكبر هو الجمهور، سواء الحاضر هنا بملعب 8 ماي أو الذي يتابعنا من خلف الشاشة. وفاق الصيف اتحاد الجزائر نهائي قبل الأوان في ثمن نهائي كأس الجمهورية لهذا الموسم. اتحاد لا يريد أن يشعر الوفاق بأنه تأثر بالهدف الذي سجل عليه مباشرة بعد أن عدل النتيجة. الكرة تمر كما ينبغي بين عناصر الاتحاد، التوزيع الرأسية، التدخل من دفاع الوفاق. الكرات العالية دائما يتفوق ويتوفق فيها دفاع الوفاق. دقائق مجنونة مع هذه البداية في المرحلة الثانية، 7 دقائق كانت مجنونة، تمكن فيها الاتحاد من الحصول على ركلة جزاء. عدل بعدها رضوان شريفي وأضاف هواري فرحاني الهدف الثاني للوفاق. ما زالت أسرار كثيرة فيصل صفيح على نعم تعتقد يعني بداية ممتعة نقدر نقوله في الشوط الثاني، نظرا لأنه سجلنا هدفين في ظرف يعني 6 دقائق، هدف تعديل من طرف اتحاد العاصمة وردة فعل مباشرة يعني من فريق وفاق سطيف، وما زالت يعني المباراة تحيي بالكثير وإن كاين يعني هجمات من طرف من فريق وفاق سطيف أو من طرف اتحاد العاصمة. ونظن يعني كما توقعنا وكما قلنا في الشوط الاول، مساهمه الظهيرين الوفاق يعني في الهجوم باديه، يعني وين الفريق يلعب بلاعبين تقريبا هما مهاجمين ومدافعين يعاونوا الدفاع في لما تكون الكره عند فريق اتحاد العاصمه، وينطلقوا في الهجوم لما تكون الكره عند فريق وفاق سطيف. والله حراره المباراه لغايه اللحظه يا فيصل، تنسينا في حراره الجو وبروده الطقس الشديده. وفاق سطيف ثنائية اتحاد الجزائر، هدف في حدود هذه الدقيقة 54. المباراة إلى حد الآن تفي بكامل وعودها من حيث الإطارة، من حيث الأهداف. ما زال أكثر من نصف ساعة لعب بين الفريقين، 36 دقيقة كاملة. الوفاق استعاد أزيج أنصاره من خلال هذه المباراة. تلافي يأخذ مكانه هذا اللاعب الليبي، ومكان محمد امين حميه اللاعب الليفي اللافي مؤيد، طبعا واحد من بين المستقدمين الرائعين. سجل ثنائيه مباراتين، سجل فيما هدفين، واحد امام النصر حسين داي والاخر امام اهلي برج بوعريريج. يقال عاده الاثنتين من دون ثالثه، هل يتمكن اللافي من إضافة الثالث في ثالث مباريات أمام اتحاد الجزائر؟ هل تكون الثالثة ثابتة بالنسبة للاعب الليبي أم أن الوفاق سيقضي على أحلام الاتحاد؟ نسي بردوان من هذه المخالفة البعيدة نوعا ما، ولكن عبد المومن جابو يرى الشباك قريبة. ولما الوفاق أيضا يريد التسجيل فلا بد للشباك أن تهتز، ولا بد للهدف أن يأتي. كذلك فعل الاتحاد. زيماموش سقط مرتين بطريقة فجائية في المرحلة الأولى، وكذلك نستطيع القول مع بداية المرحلة الثانية. الجدار الدفاعي مكون من حوالي 4 لاعبين، من سيكون وراء التسديد من هذه المسافة؟ ربيعي ميلود الذي كان قد تسبب في ركلة الجزاء لصالح اتحاد الجزائر وفاروق شافعي. هل سيسدد؟ على كل وضعية الكرة تقتضي الضرب بقوة على طريقة روبرتو كارلوس. التسديد اصطدمت بالجدار الدفاعي، الكرة من هناك إلى التماس. بدأت الحرب التكتيكية بين قوسين بين المدربين. نعم يعني كما توقعنا في الشوط الأول، مدرب اتحاد العاصمة يعني أخرج لاعب يعني يلعب بالكرة الرأسية بعد من خسر كل الصراعات يعني الهوائية،
ادخل اللعب الليفي اللي هو لعب يعني مهاري وقصير القامه. الان نشوفوا كرات راه يعتمد على كرات بينيه في الارض ومحاوله يعني اختراق دفاع الوفاق عن طريق يعني عن طريق اللعب يعني الكرات البينيه القصيره واللعب يعني في ظهر الدفاع، لانه يعني التغيير يبين بلي انه راح يغير من نمط اللعب اللي كان في الشوط الاول بعد ما خسرت جميع الكرات تقريبا اللي كانت التوزيعات العرضيه. الان التغيير هذا يبين بلي انه فريق اتحاد العاصمه راح يغير من طريقه اللعب تاعو، طريقه لعبه طويله. هذه الكره باتجاه الامام للامين زيماموش يلعبها مع فاروق شافعي. فاروق شافعي يفتح باتجاه شيتا وسامة بدوره لشريفي رضوان مسجل هدف التعديل من ضربة جزاء. شيتا يلعب مع زيما، زيما يلعب مع شافعي، شافعي يطلبها زواري، زواري هو الآخر يتمنى زيارة الشباك. زواري هذا اللافي رائع ممتاز، اللافي تصل للافي الآن يلعب باتجاه كودري حمزة يفتح اللعب على زميله من هناك على الجهة اليمنى. الكرة للاتحاد دائما يتحصل على تماس. يلعب التماس وليد عرجي، هل سيستمر وليد عرجي في كراته العالية؟ أعتقد بأنه وليد عرجي مضطر للتغيير في طريقة اللعب بما أنه محمد أمين حامية الذي كان يرمي له الكرات والتوزيعات خرج، بالتالي ربما في الكرات الثابتة لما يصعد فاروق شافعي في الوسط الكرة لبن خماسة يجيه مزيان، مزيان ضاعت له، يسترجعها دفاع الاتحاد الوفاق. الوفاق جميلة هذه على الجهة اليمنى، انطلق والزحان مديل أو دراوي زكريا، دراوي زكريا ممتاز من دون خطأ. دراوي زكريا في مباراة اليوم يلعب من دون خطأ، كان وراء الهدف الثاني للوفاق يباغت في الاتحاد بين الفينة والأخرى بالهجمات المرتدة وبالتوزيعات. هذا مزيان عبد القادر، مزيان يحتفظ بالكرة، يراوغ مزيان يوزعها يرفعها، تدخل للاتحاد. بن خماسة يريد أن يؤدي اللعب مع كودري حمزة بدوره لعرجي، عرجي يدخل اللعب للوسط، يوجد بن خماسة من يطلب الكرة، شريفي هل سيرفعها؟ شريفي فضل اللافي أو مزيان، مزيان الآن مع اللافي، اللافي يفتح اللعب، إن يوجد بنغيت، بنغيت 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 يستغيث، بنغيت يستغيث، بنغيت يستغيث بزميله، تعود له الكرة يرفعها في دار الدفاع لا يفضل القصيرة. هذا بن خماسة، الثنائيات الحكم ما يقول ولا شيء، تسترجع بسرعة من حسن حد، وهذا مزيان يلعب، يواصل مزيان، يتوغل مزيان، يروح مزيان، يبحث عن الحل الفردي لشريفي، وزعها كما جاءت مباشرة إلى التماس. اتحاد الجزائر نشعر بأنه أصبح لا يعتمد على التمريرات الطويلة، أصبح يعتمد على اللعب القصير، على التمريرات الثنائية، على محاولة خلخلة الدفاع الوفاق الصامد إلى حد الآن والذي يتحصل على مخالفة. شوف عودة بانوح جابت له مخالفة، من المفروض هو الذي يرتكب المخالفة، ارتكب المخالفة عليه لاعب الاتحاد. هاي كرة للوفاق، عودة إلى الخلف، يوجد دراوي زكريا، دراوي زكريا لعبها مع عبد المؤمن، عبد المؤمن يرفعها في القائم الثاني من هناك. زواري، زواري يبحث، ينطلق زواري من اللاعبين المميزين. فيصل صفيح وأنت كنت مشرف على أمال الوفاق. نعم يعني لاعب زواري ويعني تقريبا انتداب يعني جيد جدا بالنسبة لفريق اتحاد العاصمة. تحدث على تشكيلة الوفاق، فيها لاعب في صنف الأمال اسمه، نعم لاعب قندوسي، نعم هو لاعب يلعب كصانع ألعاب، لاعب له من الإمكانيات يعني
كبيره، والفريق وفاق سطيف الامل محتل الصف الاول في البطوله ومتاهل كاس الجمهوريه. فيه عديد اللاعبين، مصطفى يعني حمودي ايضا نعم لاعب قادم من عين الحجر، هذا اللاعب هو ايضا هي بعد هذه الكره لصالح الاتحاد، الاتحاد يحتفظ بها مزيان، والحكم ماذا يقول؟ 5 متر و50. نعم هذا اللاعب كان ينشط يعني في صنف الاكابر في فريق اتحاد عين الحجر اللي يلعب في بين الرابطات مجموعه وسط شرق. ايضا هناك اللاعب دغمو مرحبا، كاين عديد يعني اللاعبين لهم امكانيات كبيره جدا. نتمنى ان شاء الله في قادم يعني السنوات نشوفوهم يعني في الفريق الاول سواء في وفاق سطيف او في راح عبد المؤمن جابو، انطلق عبد المؤمن جابو يلعب، عبد المؤمن جابو مع دراوي زكريا فرحاني في القائمه الثانيه، وضربها بنوح، ضربها بنوح رغم صعوبتها ورغم فقدانه لتوازنه ورغم انها جاءت صعبه هو خلفية إلا أنه اقتنصها وكانت عالية هذه الكرة. عفوا الكرة للاتحاد، المباراة هدأت تلعب لا تتوقف فيها الكرة يزيد، الكرة لمزيان يلعب مزيان على الجهة اليسرى من اللافي، اللافي يبحث عن المثالي يلعبها يوزعها، هل كان في اعتراض أم أنه المدافع كان ذكيا في هذه الكرة؟ مدافع الوفاق الذي يملك واحد من أحسن الدفاعات في البطولة الوطنية، اسقط له، هل كان السقوط متعمد من مدافع الوفاق؟ فريق مولودية وهران عدل النتيجة أمام شبيبة الثور على ذكر في البطولة، هي مباراة بطولة على كل، على ذكر الامسيو او مولودية وهران هو الاخر، تنتظره مباراة صعبة في هذا الدور امام نجم مقرى اجلت لتاريخ لاحق اعتقد بانه 29 من هذا الشهر. فيه مباراة اخرى كبيرة هذا الاربعاء بين نصر حسين دائي ومولودية الجزائر على ملعب 20 اوت. مبارك للنصرية فوزها الباهر وتأهلها لدور المجموعات لأول مرة في تاريخها، في تاريخ هذا النادي العريق، فوز كبير وساحق لم يأتي هكذا بسهولة. فريق شباب قسنطينة أثلج صدور كل الجزائريين بعد هذه الكرة بعد أن حطم كبرياء بعبع القارة السمراء نادي تيبي مازامبي الكونغولي بثلاثية كاملة في كلاري لامانيير، ويبدو بأنك شاهدت تلك المباراة. نعم يعني فوزين يعني في أولى مبارتين، واحد يعني أمام النادي الإفريقي في تونس والثاني أمام يعني التيبي موزامبي، أظن فريقين عريقين فعلا. فوز مهم جدا يعني فعلا. ومن دون أن ننسى الأداء البطولي لشبيبة الثورة لأول مرة في دوري المجموعات أمام عملاق القارة السمراء النادي الأهلي المصري نادي القرن 110 سنوات، والثورة 10 سنوات، والوفاق بهذه التسديدة يا سلام، تسديدة رائعة من ميلو الدربيعي، خدا كامل وقته وأخرج كامل القوة بتسديدة كانت مركزة بإحكام، هل مسى الحارس أم ماذا؟ هل ذهبت إلى الركنية؟ هل اصطدمت بأحد المدافعين؟ هذه توزيعة فرحاني، الكرة الثانية بعد إخراجها من شريفي أردوان، هذا ما يسمى بالكرة الثانية في عالم كرة القدم بامتياز، مباشرة إلى الركنية هذه. تتوالى الركنيات، النتيجة عالية على حالها لمصلحة الوفاق بثنائية مقابل هدف مرفوعة أمام الجميع، ما زال الخطر على الجهة اليسرى، يحتفظ يعود إلى الخلف يرفعها لمين زيماموش، شاهد الكرة وهي تخرج عن خشبات المرمى، هاي الكرة هذه التي كانت تبدو سهلة ولكن لو كانت في خشبات المرمى لا خلقت الصعوبة والخطر على زيماموش لامين. شريف رضوان يلعب مع بنغيت ثم مزيان فشريفي فكودري حمزة، كودري حمزة يلعب مع اللافي، اللافي الكرة في العمق سهلة لدفاع الوفاق، يخرجها برزانة، يخرجها بطريقة إيطالية، يخرجها بالتيكي تاكا، يخرجها بالثنائيات، تسترجع من بن خماسة المسترجع البارع للكرات، هاي الكرة هذه الطريقة التي أخرج بها لاسكرينيو الذي تحصل على دبلوماته وشهاداته من إيطاليا
متأثر بالمدرسة الإيطالية. من هناك الكرة لاتحاد الجزائر الباحث رحلة أخرى من رحلات البحث عن هدف التعادل للاتحاد. من هناك هل سيسدد من هذه المسافة؟ يفضل بن خماسة التريد قليلا، يرفع الكرة الآن. الدفاع قوي وقوي جدا، دفاع الوفاق إلى حد الآن صامد وفطن ويلعب ببراعة وبتنسيق وبانسجام تام. يعني إلى حد الآن اتحاد الجزائر تمكن منه من خلال ركلة جزاء. نعم، يعني كثافة دفاعية من خلال دفاع بثمن عناصر تقريبا، خمس مدافعين إضافة إلى ثلاثة لاعبين تاع وسط الميدان، قراوي وعيبود وربيعي، وبقاء يعني جابوا كلاعب يعني حر الأطراف، ولعب بنوح كمهاجم صريح. أظن يعني فريق اتحاد العاصمة وجد صعوبة كبيرة في اختراق يعني دفاع الوفاق وخلق فرصة للقذف يعني المرمى أو الوصول إلى ظهر الدفاع الوفاق في ظهر الكثافة العددية الموجودة. والوفاق يعني يدافع جيدا حتى لما بعد ما يسترجع الكرة يحاول نقها لها يعني بسرعة من الدفاع إلى الهجوم عن طريق يعني تمريرات يعني سريعة ومركزة، وخاصة استغلال يعني اللاعب جابولي وينقل دائما الكرة من الدفاع إلى الهجوم. الآن الاتحاد يريد أن يعود، الوفاق هل سيعود إلى الخلف؟ هل الوفاق سيحاول الحفاظ على هذه النتيجة؟ هل سيمنح الأفضلية للاتحاد الجزائر من أجل بناء الهجمات ومن أجل خلق الفرص ومن أجل محاولة الفوز، أما أنه سيبقى يلعب إلى آخر أنفاس المباراة بهذه الطريقة؟ هل اتحاد الجزائر يرفع من رتمه؟ إلى غاية الآن اتحاد الجزائر لم يتمكن من رد الفعل على الفعل الذي قام به الوفاق، وهو إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 54 بعد مباشرة 4 دقائق من تعديل النتيجة لاتحاد الجزائر. كرة اتحادية توضع على الأرض إلى الشيتا، يلعب مع شريفي. هل ينقص اتحاد الجزائر صانع لعب؟ دخول اللافي وكذلك موجود زواري. بن خماسة يتحصل على المخالفة، يبدو بأن عناصر الوفاق تدرك قيمة التأهل إلى الدور المقبل، يدركون بأن جماهير الوفاق ربما تريد التأهل بأي طريقة، وكذلك جماهير الاتحاد. هاي التوزيعة، هاي الرأسية، هاي المحاولة، مرت هذه الكرة، واحدة من الكرات التي أخطأ فيها دفاع الوفاق. هذه وزعها كما ينبغي مزيان، وجد زواري تقريبا معزول في القائمة الثانية، ولكن التعامل مع الكرة لم يكن لا من اللافي ولا من زواري كما يجب. 70 دقيقة لعب، دائما التفوق للوفاق بثنائية مقابل هدف في هذه المباراة، مباراة الكأس. الوفاق والاتحاد حكاية طويلة مع الكأس. هاي التوزيعة، هاي كرة أخرى لصالح الوفاق. من يسجل؟ بنوح غايب وبعيد نوعا ما عن هذه الكرة، لم يتابع اللقطة. هواري فرحاني رائع مثل دراوي زكريا، الآخر على الجهة اليسرى والآخر على الجهة اليمنى. هذا بن خماسة. اتحاد الجزائر مصطفى أو فيصل يحتفظ بالكرة كثيرا، يسترجعها ويلعبها، ولكن من دون فعالية هجومية، وكأني المهاجم الصريح غير موجود في اتحاد الجزائر، الذي يسجل، الذي يترجم هذا الاستحواذ على الكرة إلى أهداف. هذا مزيان يسدد من بعيد ولكنه مضطر إلى التسديد. يعني شوف، في كل ما تكون الكرة عند فريق اتحاد العاصمة نشوفوا كل لاعبي وفق ستيف في نصف الملعب تاعهم، يعني حتى جابوا بنوح يعني يساهموا في الدفاع، يعني وهذا مما يعني يخلق يعني مشاكل وصعوبات كبيرة لفريق اتحاد العاصمة. والآن شفنا باللي الحل هو القذف من بعيد، ليعتبر يعني يبقى حل من الحلول في ظل يعني التكثف والله الكتلة الدفاعية الموجودة يعني في نصف ملعب فريق وفاق ستيف. أظن الحل الوحيد، لأنه بالتمريرات البينية فريق اتحاد العاصمة
لم يجد يعني الفراغات ولم يستطع خلق ولا فرصة يعني خلال الشوط الثاني ما عدا ضربة الجزاء التي سجلت. هذا ما أشرت إليه، غريبة بالنسبة لاتحاد الجزائر الفريق الذي يسيطر على البطولة، فريق متصدر الدوري ب 37 نقطة. فروجي يبحث عن الحلول على خط التماس أمام زكري نوردين المتفوق والذي يحقق في المهم إلى حد الآن. هذا اللافي ينطلق، اللافي يبحث، اللافي ويبحث عن الجو الصافي من أجل التقدم وتوقيع الثاني في المباراة. التدخل من دفاع الوفاق دائما يلعب براحة، ثم احفظ طريقة لعب الاتحاد، دفاع الوفاق أقول. صحيح بأن السيطرة للوفاق أو للاتحاد، ولكن التجسيد من جانب الوفاق إلى حد الآن كل لاعبي الوفاق في منطقتهم، في منطقتهم. ما زال من عمر المباراة الكثير، ما زال من عمر المباراة الكثير. الوفاق لم يفز والاتحاد لم ينهزم، الوفاق لم يتأهل والاتحاد لم يقصى. وهذه التوزيعة مصطفى الزغبة تقريبا في راحة تامة في المرحلة الثانية ما عدا ضربة جزاء التي تمكن منها شريف إردوان. هذا دراوي زكريا يعود إلى الخلف يلعب مع ربيعي أو من أو بدرا يلعب على الجهة اليمنى. التوزيعة سمير عبود، سمير عبود يتحصل على المخالفة. التغيير الثاني من جانب اتحاد الجزائر، سيدخل بودربال بعد لحظات. كان عرجي وليد، بودربال مكان عرجي. الاتحاد اصبح بنغيثي في الرواق الايمن وبودربال كمهاجم، يعني تغيير مدافع بمهاجم، يعني تغيير واضح نية المدرب واللعب بالورقة الهجومية اكيد، لانه ليس لديه ما يخسره في هذه المباراة، مباراة الكأس تنازم بثنائية وبثلاثية، هذا يعني الإقصاء وبالتالي اللعب على الهجوم. اللهم ربما تعديل النتيجة حتى التغيير من جانب الوفاق سيحدث بعد لحظات. هذا عبد المؤمن جابو يرفع هذه الكرة ولكن دفاع الاتحاد يتدخل باليد مدافع الوفاق. أمير قروي، حمزة كودري يلعب على الجهة اليمنى، يوجد بنغيت بدي أصبح على الجهة اليمنى وكذلك بودربال، سرعان ما تضيع. مستمرة المباراة ومستمرة فيها الإثارة والسسبنس بين الفريقين في المباراة السابعة لهما في إطار منافسة السيدة كأس الجمهورية. الوفاق متفوق في 4 مناسبات والاتحاد في مناسبتين، من بين الأربع مناسبات التي تفوق فيها الوفاق نهائي سنة 80 هدف عربات في نهائي 5 جوليا سنة 1980. هاي كرة أخرى لصالح اتحاد الجزائر في الربع ساعة الأخير. اتحاد الجزائر الكرات العالية هي نقطة قوة دفاع الوفاق، اتحاد الجزائر ما زال يراهن عليها يرفعها، والتدخل من الدفاع لشريف سيسدد من هذه المسافة، تصطدم من شريف إردوان، كل المنافذ مغلوقة أمام عناصر اتحاد الجزائر إلى غاية هذه اللحظات. لم تجد الحل ربما أمام الانتشار والتوزيع الجيد ل زملاء عبد القادر بدران. هاي كرة للاتحاد انطلق من هناك، يبحث 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 يبحث. ماذا يقول الحكم؟ مواصلة اللعب، التدخل بقوة في مخالفة الآن، تقديم الرجل لا يترك مبدأ الأفضلية والتدخل. هل سيتحمل الوفاق عبء المباراة؟ سنشاهد الإعادة كيف راوغ داخل منطقة العمليات وكيف سدد لاعب اللافي، اللافي الليبي راوغ خلص من المدافع بطريقة رائعة، سدد هذه الكرة. بعد هذه الكرة سنعود لأن الوفاق يريد أن الكرة اصطدمت بالرجل وصعدت، هل لمست يده
أم لا. هاي الإعادة أمير قروي. السودري يعني هل لمست اليد؟ لا. جانيت أكرم سيأخذ مكانه تحت أزيج أنصار الوفاق المنتشين إلى حد الآن بأداء الفوز. الوفاق هو المتأهل السابع أو السادس إلى غاية اللحظة من منافسة السيد الكأس بعد شبيبة بيجاية، شباب بلوزداد، اتحاد عنابة، كذلك نادي بارادو. مباريات الدور ثم النهائي. خروج اللاعب عيبود يعني. طبعا عيبود يبدو بانه تاثر باصابه. سمير عيبود. هنيت اكرم اسم كذلك ثقيل في تشكيله الوفاق. مخالفه وكره ثابته ترفع من عبد المؤمن جابو ولا من زيمبابو. عبد المؤمن جابو ينهي الحوار. عبد المؤمن جابو ينهي الحوار. عبد المؤمن جابو جابها. عبد المؤمن جابها في الشباك. عبد المؤمن جابها في الشباك. جابها في الشباك في الدقيقة 78. أي خطأ هذا من لامين زيمبابوش؟ عبد المؤمن جابو لم يكن ينوي التسجيل. عبد المؤمن جابو لم يكن ينوي التسجيل في هذه الكرة. رفعها ولكن غلطت الحارس لامين زيمبابوش ووقع الهدف الثالث الذي يريح اكثر انصار الوفاق. هاي الاعاده كيف ارفعها بنيه ربما اللعبه مع الزميل المتقدم ولكن غلطت الجميع بعد الخروج السيء فكان الهدف الثالث للوفاق. نعم يعني خطا بين المدافع الشافعي وخروج غير موفق زيمبابوش اللي خدعته الكره ومرت يعني تحت قدميه وسجلت فعلا. حتى يعني محور دفاع يعني اتحاد العاصمه كان ارتكب عديد الاخطاء فعلا. اظن يعني شيتا واللاعب الشافعي ما همش متفاهمين لانه شيتا كان يلعب دوما في وسط الميدان الدفاعي وغياب بن يحيى نظن اثر كثير على دفاع اتحاد العاصمه. المهم ان جابو جابها في الشباك في هذه الدقيقه 78 ويصعب من مأمورية اتحاد الجزائر أي خطأ دفاعي مشترك بين حارس المرمى وبين محور الدفاع. بن يحيى موجود في كرسي الاحتياط. المحور الدفاع متكون من شيدا ومن شافعي فاروق. ثلاثية الآن أصبحت الأمور صعبة على اتحاد الجزائر. ثلاثية هذه أصبحت صعبة على الاتحاد المتمنازم بثلاثية كاملة في الوقت الذي كان ينتظر فيه وكان يضغط وكان يبحث ويجتهد من خلال هذه الكرات العالية التي يتفوق فيها دائما دفاع الوفاق. لكن اتحاد الجزائر فرصة العودة اللافي عبد المؤمن جابو يلعب. عبد المؤمن جابو يحتفظ. معنوياته ارتفعت اكثر بتقدمه في النتيجه وبتسجيله للهدف الثالث الى حد الان. هو الحلقه الاقوى في تشكيله الوفاق. عودته كانت اكثر من موفقه كيف لو هو الذي وقع على الهدف الاول بعد تمريره حاسمه منه سجله بدران ثم وقع الهدف الثالث. ثلاثيه كامله في مرمى اتحاد الجزائر. المأمورية أصبحت صعبة والعشر دقائق الأخيرة وأقل من هذه المرحلة الثانية ستكون طويلة على أنصار الوفاق ولو أنه متقدمين وقصير على أنصار الاتحاد. التوزيع الرأسية المباراة المهم أنها وفت في كامل وعودها. مصطفى زغبة يستلقي يأخذ وقته متفوق. انت
تنظيم محكم يعني في دفاع فريق وفاق سطيف، ولعب على اخطاء وضعف محور دفاع اتحاد العاصمه وسجل 3 اهداف. ظن يعني فريق اتحاد العاصمه لم يخلق ولا فرصه طيله اطوار يعني الشوط الثاني. نستطيع القول يعني حتى طيله اطوار المباراه. نعم. لانه اتحاد العاصمه ما عدا انطلاقه لمزيان في المرحله الاولى على الجهه اليسرى، توزيعه لم يصل عليها حاميه وركني يرفعها سعد معارف، فاروق شافي ضربها القائم الايمن ردها. بعد ذلك اتحاد الجزائر اعتقد بانه ناقص هجومي، وهو الذي سجل في المباراتين السابقتين 5 اهداف كامله. الا تعتقد اليوم بان الاتحاد في حاجه الى مهاجم هداف وقناص؟ اتحاد الجزائر اعتقد بان سواء كودري، سواء زواري، سواء بن غيد، سواء بن خماسه، وسواء ايضا اللافي، كلهم طريقه لعبهم تتشابه. نعم يعني من كانش يعني نجاح هجوميه ما رغم يعني الضغط واللعب في وسط ميدان يعني فريق وفاق سطيف، الا انه يعني كرات عرضيه، لعب كما نقولوا احنا سلبي جدا، ما كانش فرص، ما كانش قذف يعني المرمى، شفنا الحارس زغبه ما كان ولا تدخل طيله اطوار يعني تقريبا الشوط الثاني. اظن يعني حتى يعني دخول حاميه اللي كان يمر بفتره فراغ خاصه بعد اقصاء فريق اتحاد العاصمه، وكان ضيع عديد الفرص ومحل استياء يعني الجمهور وكذا، يعني ما عندوش الثقه اللازمه، شفناه ضيع الكثير يعني من الصراعات الثنائيه. ولكن فريق دفاع يعني تكتيكيا فريق سطيف منظم جدا دفاعيا، ينتقل من الدفاع الى الهجوم بسرعه فائقه. اظن يعني تكتيكيا فريق وفاق سطيف احسن بكثير من فريق اتحاد العاصمه. إلى غاية اللحظة الوفاق متفوق في النتيجة في التكتيك وفي النتيجة وفي الأهداف، ثلاثية مقابل هدف تضع الوفاق في الدور ربع النهائي لمواجهة اتحاد عنابة في واحدة من أقوى مواجهات هذا الدور ذهابا وإيابا. الفريق المتأهل سيكون اللقاء الأول في عنابة واللقاء الثاني في الميدان. الفريق المتأهل من الهدين. نعم. الفريقين، ولو أن الاتحاد أو الوفاق أصبح أقرب بما أنه لم تعد تفصلنا سوى 5 دقائق عن نهاية الوقت الرسمي لهذه المباراة. الوفاق يحقق في المهم، الوفاق يحقق في المهم أمام اتحاد الجزائر. التغيير الثالث بدخول اللاعب رقم 26 من جانب الاتحاد، خروج زواري ودخول بن حموده. بلال هو الاخر من لاعب من صنف الامال، لاعب شاب، لاعب مهاري، لاعب عنده امكانيات جيده جدا، اظن سيكون له مستقبل كبير يعني في كره القدم في الجزائر. بن حموده زواري حاول اجتهاد ولكنه لم يقدر على فعل اي شيء امام صلابه دفاعيه من جانب الوفاق على الطريقة الإيطالية، قطع كل المنافذ غلقها. اليوم سطيف زاهية طبعا في عاصمة الولاية وفي مختلف بلديتها وقراها ومداشرها في هذا الجو البارد، بما أنهم متفوقون ومتأهلون إلى الدور ربع النهائي من منافسة السيدة كأس الجمهورية أمام فريق كبير، أمام فريق عريق، أمام فريق يملك تقاليد كروية عريقة ليس في البطولة فقط وإنما في الكأس، والدليل أنه في حوزته 8 كؤوس أو 8 كؤوس. الوفاق كذلك مشواره في البحث عن التاسعة في فض الشراكة مع المولودية والاتحاد ما زال مستمر، وهذا عبد المؤمن جابه من هناك. يراوغ ويتحصل على ماذا؟ يراوغ يتحصل على لا شيء، ضاعت له الكرة، ضاعت له الكرة، إخراجها بالطريقة التي جاءت بن حمودة. بلال لم تصله الكرة، جانيت أكرم الكرة من هناك على الجهة اليسرى. الوفاق لا يريد أن يكتفي، الوفاق لا يريد أن يكتفي، أين أنت اللافي؟ لأن الوفاق لا يريد أن يكتفي. التوزيع، 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 أين أنت اللافي؟ لأن الوفاق لا يريد أن يكتفي. انطلق بن حمودة، بن حمودة يدخل الكرة إلى وسط الميدان من هناك باتجاه مزيان. الاتحاد لم يستسلم بعد، لم يضع يديه. هاي التوزيعة، هاي المحاولة، ولكن عودة دفاع الوفاق، دفاع الوفاق نقطة قوة اليوم بامتياز في ظل فعالية هجومية. دفاع الوفاق
لم يخيب الهجوم اليوم، وهجوم الوفاق لم يخيب دفاع الوفاق أيضا. نعم، يعني وين كانت ما عدا الخطأ اللي جات عليه ضربة الجزاء التي سجلها فريق اتحاد العاصمة، دفاع الوفاق لعب بكتلة دفاعية، يعني كل اللاعبين كانوا يعني يدافعوا سواء المهاجمين أو وسط اللاعبي وسط الميدان أو حتى يعني المدافعين، حتى الحارس تألق يعني في الشوط الأول في الكرات العالية، وانتقال من الدفاع أيضا إلى الهجوم بعد استرجاع الكرة كان سريع. السعد رجل ربما في الصيف هو هذا نور الدين زكري الذي يتهيأ إلى تغيير آخر، لأن نور الدين زكري طالته الانتقادات مؤخرا بسبب سوء النتائج للوفاق وابتعاده عن البوديوم، أخرها الهزيمة أمام نادي بارادو. إدارة الوفاق هي الأخرى ستتنفس، والتي جهزت المنحة، منحة التأهل في غرف تغيير الملابس هكذا قيل لنا في انتظار تسوية وضعية اللاعبين. الهزيمة الآن ربما ستلقي بدلاليا على اتحاد الجزائر الذي ستبقى له جبهة البطولة، والبطولة في المزاد بما أن شبيبة القبائل هي الأخرى تضغط والملاحقين الآخرين، وهو ما يعطي السسبانس والإطارة في الكرة المحلية. التقارب في المستوى والتقارب في النقاط وترك السسبانس إلى غاية الجولات الأخيرة هو ما يعطي الحلاوة سواء في البطولة والكأس. طبعا نحن نعلم كلنا مفاجآتها ونعرف حلاوتها ونعرف طعمها ونعرف خصوصيتها، كأس الجمهورية التي كثيرا ما أبكت فرق وأسعدت أخرى، وهي في طريق لإسعاد الوفاق الذي كان في عنق الزجاجة. كان الوفاق قاب قوسين سواء في الدخول في الزجاجة أو الخروج من عنق الزجاجة، ويبدو بأنه بخطى ثابتة نحو الخروج من عنق الزجاجة قبل دقيقة واحدة عن نهاية الوقت الرسمي للمرحلة الأولى. هذا التغيير التكتيكي والفني لا شيء ولا أكثر من أجل ربح بعض القشة بخروج بنوحة لما أعتقد ودخول قشة. قشة واحد من اللاعبين المميزين على الرواق الأيسر. نعم، لاعب مهاري وسريع جداً يعني. نعم. وكان مؤخرا في الفريق الذي تنقل إلى قطر، الفريق المحلي، وكان شارك في مباراة أمام قطر. نعم، التي فاز فيها منتخبنا الوطني بهدف بغداد بنجاح. الدقائق الأخيرة التي أعلن عنها حكم المباراة جمهور اتحاد الجزائر تحت البرد القارس. جمهور اتحاد الجزائر رغم برودة الطقس ورغم سوء الأحوال الجوية تنقل وفي لفريقه. جمهور اتحاد الجزائر يعطى به المثل، خرج من خرج من أجل التنقل إلى العاصمة بطريق السلامة إن شاء الله، وبقي من يأمل من يحب الفريق لا يريد، يعلم بأنه هكذا هي الكرة، يوم لك ويوم عليك، يعلم بأن اتحاد الجزائر واجه واحد من أقوى الفرق. فقط الكبار يمرضون ولا يموتون. وفاق سطيف صحيح بأنه كان يمر بمرحلة فراغ، فجاءه هذا المنعرج سواء يعني يكمل في المنعرج ثم الطريق المستقيم وإلا يراجع حساباته. التغيير الأخير بعد لحظات في تشكيلة لونتونت بدخول بوغلمونة الحبيب. واتحاد الجزائر حد أوفر في البطولة الوطنية التي سيرمي فيها كامل ثقله كامل إمكانياته المادية والبشرية من أجل عدم الخروج بخفي حني في نهاية الموسم، خاصة وأنه كان موسم شاق نوعا ما بالإقصاء في كأس الكاف والإقصاء في الكأس العربية، ثم يأتي هذا الإقصاء في كأس الجمهورية. من حسن حظ فريق اتحاد الجزائر أنه يملك أنصار اسمهم المسمعية، أنصار اتحاد الجزائر الذين يفقهون الكرة. هذا ليس معناه بأنهم يردون بالإقصاء وبالهزيمة، وبيأتي المحاولة والرأسية مباشرة إلى 55 أربع دقائق من الوقت بدل الضائع. أربع دقائق من الوقت بدل الضائع ستكون قصيرة وقصيرة جدا. من سيترك مكانه؟ القائد عبد المؤمن جابو. هكذا
أراد أن يكرمه المدرب نور الدين زكري حتى يحظى بتحية خاصة في هذا الوقت بالذات، يمنح شارة القيادة ليكرم جانيت تحت التصفيقات. هكذا هي الذكاء في التسيير، لأن عبد المؤمن جابو كان قاطع للفريق وخرج عن صمته، ثم عاد وبأي حال عاد عبد المؤمن جابو بتمريرة حاسمة وبالعناق مع نور الدين زكري وبهدف ثالث يضيف به انتصار خامس على اتحاد الجزائر في تاريخ هذين الفريقين العريقين. الابتسامة عادت أيضا لمحيى كل الطاقم الفني ورئيس الفريق الذي قيل لي بأنه درف الدموع ربما قبل لحظات، حسن حمار، دموع الفرح ودموع الوضعية الصعبة التي كان يمر بها هو، ودائما كان يحمل شعار ويقول بأني لما تحقق الانتصارات والتتويجات نشكر اللاعبين ونمنح هذا الثناء للاعبين وللطواقم الفنية، ولما نهزم ونمر بالظروف الصعبة أنا من يتحمل المسؤولية. وبالتالي ارتعش وتأهل إلى حد الآن قبل أقل من دقيقة عن نهاية هذه المباراة التي وفت بكامل وعودها بين الوفاق واتحاد الجزائر. فيصل نعم، يعني على طول يعني أطوار المباراة يعني النسق كان متوسط، ما كانش يعني ريتم، كانت سرعة في اللعب، ولكن فريق وفاق سطيف من ناحية التنظيم كان أحسن تنظيم خاصة في وسط الميدان وفي الدفاع، وين يعني كان منظم جيدا واستغل يعني ضعف فريق اتحاد العاصمة خاصة في محور الدفاع، وين يعني سجل أهداف في الوقت المناسب وعرف كيف يفوز يعني باللقاء. وعلى طول يعني أطوار اللقاء يعني فريق وفاق سطيف يعني يستاهل هذا الفوز، يعني ما سرقوش، فوز مستحق نظرا لأنه كان أحسن بكثير يعني من ناحية تنظيمية من ناحية الفردية، وشفنا جابو أيضا قام بمباراة يعني مثالية، يعني كل شيء تمريرات يعني حاسمة بالنسبة للهدفين. فعلا يبدو بأنه عبد المؤمن جابو إذا كان قد كان رجل المباراة من جانب الوفاق فإن لامين زيماموش أدى واحدة من أسوأ مبارياته ربما هذا الموسم للاتحاد، واللحظات الأخيرة يريد أن يضيف على الأقل هدف ثاني. ما زال الخطر، يتركها لحارس مرماه زغبة. زغبة ماذا يريد؟ زغبة يلعب على المعنويات، زغبة ربما يصعد من الأدرينالين، ترك هذه الكرة. لا، حمزة كودري ومصطفى زغبة في حديث بينهما، الحكم نسيب رضوان ينهي هذا الحوار بتفوق الوفاق بثلاثية مقابل هدف وتأهل إلى الدور ثم النهائي. هنيئا لوفاق سطيف التأهل إلى الدور ثم النهائي، المسيرة مستمرة. الوفاق سيلاقي اتحاد عنابة في درب الشرق الكبير ذهابا بعنابة وإيابا هنا بملعب 8 ماي 45. ستكون تواريخ هذه المباريات ربع النهائي في أواخر شهر فبراير. فيصل صفيح، لخصنا المباراة الآن. والله مباراة يعني ككل ما شفناش يعني كما قلنا ريتم يعني كما نقولوا كبير، كان يعني المباراة أكثر يعني تكتيكية، وين فريق وفاق سطيف يعني عرف كيف يعني خاصة منذ بداية اللقاء ضغط وتسجل الهدف الأول، ثم سير يعني طيلة أطوار الشوط الأول. في الشوط الثاني بعد تسجيل النتيجة كانت ردة فعل وسجل الهدف الثاني، وبعدين يعني عرف كيف يتحكم في الكورة، كان منظم جدا دفاعيا وحاول يعني يستغل أخطاء يعني دفاع اتحاد العاصمة، وبالفعل قتل المباراة